معكم فاتشي زولا، تعاونيات فاتشي زولا، ومعروفه فاتشي زولا في انستغرام. حنا متواجدين في مدينه خميسات في المعرض اللي تابع للصناعه التقليديه. الحمد لله الاجواء زوينه هنايا، بالاخص مع المتابعين، بحيث كان انا عندي باج كبيره في انستغرام، كيجيو عندي متابعين الحمد لله من خارج المدينه وداخل المدينه، ومرحبا بهم. ناس خميسات غزالين ما شاء الله. بالنسبه للتعاونيه ديالنا كتنتج كل ما هو بيو، كل ما هو طبيعي تجميلي، ومرحبا بالجميع. اللوكال ديالي جا بالضبط في السلام، وسط القصريه ديال التليفونات، ومرحبا بكم كاملين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الناس الحمد لله ولات كترجع لهادشي الطبيعي، وكل ما هو طبيعي راه ما شاء الله الناس كترتاح ليه، والحمد لله الحمد لله على كل الحال. وبالنسبه للمعرض راه كيدوز في اجواء زوينه الحمد لله. بالنسبه للرساله اللي غنوجهها للمسؤولين اللي منظمين هذا المعرض، بغيت نشكرهم بزاف بزاف، حيت قربونا للناس اكثر، والناس ديال الساكنه بالاخص. حنا الا جينا في اللي جينا في وسط خميسات كاينين الناس اللي تعرفوا علينا جداد، وبغينا بغيت نشكر ونعطي واحد الميساج لكاع اللي ساهم في هذا المعرض، وكاع الناس المسؤوله اللي وقفت على هذا المعرض من احتى لزاد. شكرا لكم بزاف، خليتونا اننا نتعرفوا على ناس جديده وناس تعرفنا جديده، وشكرا بزاف. السلام عليكم، بغيت نقول لك الحوايج زوين بزاف، وهذاك الشيء اللي كان بغي زوين في الخميسات زوين، وسي كل شيء زوين. ديما كندير هذاك الشيء اللي كان بغي، ديما كنبغي كلشي في الخميسات، لا بلاج وهاداك الشيء، لا لابيسين، حتى هدا البحر صافي. السلام عليكم، معكم خديجة الرفيعي، صانعة تقليدية مدينة أكادير. أول مشاركة لي في مدينة الخميسات، هي مدينة رائعة، جينا لهذا المعرض، تنظيم في المستوى تبارك الله. حنا كنديرو زي الأمازيغي والإكسسوارات ديالو الحديثة والقديمة والحديثة، وأول مرة غنجيو للخميسات، وتبارك الله عليهم مدينة زوينة، تنظيم في المستوى، والشكر للناس جميعا ديال هاد المدينة، ومرحبا بهم في المعرض. الحمد لله كاين إقبال، والناس كيجيو كيتقداو كيسولو، الحمد لله. كاينة حبيبة النقرة وكاين المعدن.
اها شنو خديتي صحورة؟ بغيتي النقرة خبيتي كنعبروا للجرام. شوفي الموديل اللي بغيتي وغنعطيه لك في النقرة. 20 درهم 500 ريال. هادوك الانوكسي دابل، هادوك الانوكسي دابل. النقرة هاي حاطة حدايا. السلام عليكم، معكم بن مبارك حسنة، صانعة تقليدية من الرباط. أول مشاركة لي في المعرض ديال الخميسات، الأعمال اللي كنقوم بها الرسم على الثوب، تنخدم الخشب، خشب الليزر، تندير الرسم على الثوب ومنتوجات طبيعية. عاد كوننا واحد الجمعية الأنامل الذهبية، كنقوموا بمنتوجات طبيعية بالنسبة للكحول ومواد طبيعية، مخمارية، تبريمة للذات، الغسول بالأعشاب، يعني أشياء طبيعية نقوموا بها بيدينا. وكاين هاد لي بورتليت هما كنصايبوهم بيدينا، الطرز على الثوب، وكنشكروا المشرفين على هاد المعرض على هاد الفرصة اللي عطاونا، وشكرا للناس ديال الخميسات، وكانت مشاركة مزيانة الحمد لله. كنتمنى ان كل شيء يدوز بخير وعلى خير. شكرا بزاف. السلام عليكم، ايوب كعلة من خميسات، صانع تقليدي ديال الشربيل والبلغه، منطقة الخميسات. كنشكروا سميتو الموظفين اللي وقفوا معنا في هذا، المسؤولين وقفوا معنا في هذا المهرجان باش تم مزيان بالنجاح وهذا المعرض ديال الصناعه التقليديه. وكنشكروا جميع اللي وقفوا معنا في هذا سميتو، والحمد لله هذه المنتوجات ديالنا باش نعرضوهم باش ينالوا الاقبال شي شويه، يتعرف هذه الصناعه التقليديه باش ما تموتش هذه الحرفه ديالنا. الحرفه ديال الصناعه التقليديه تبقى ديما على الوجود، عايشه على الوجود، وحنا بغينا نزيدو القدام ان شاء الله. وحنا كننتجو هاد البلاغي هادو ديال موزون وهاد الحزامات وهاد سميتو هاد المسائل ديال المهم المسائل كاع التقليديه ديال الخميسات، راه حنا كننتجوها هنا في خميسات. المهم اللي سميتو اللي هو الهدف ديالنا هو نعرضوا هاد الشيء هذا هو للمواطن باش يعرف المنتوجات ديالنا باللي راه كاينه موجوده في خميسات، وراه كنناضلوا باش تبقى حيه، تبقى حيه على الوجود. وتنشكروا جميع السلطه اللي وقفت معنا في هذا المعرض، وجميع الاعضاء وجميع المسؤولين اللي وقفوا معنا باش ينجح هذا المهرجان وهذا المعرض هذا. وراه الحمد لله راه بخير وعلى خير الحمد لله، وشكرا. معكم محمد دريقة من مدينة الخميسات، صانع تقليدي في مادة النقش وتطويع الخشب. هاد المهرجان اللي نظمت خميسات غادي مزيان الحمد لله، تيشرفونا الناس ديال الجالية والناس المحليين، والرواج كاين لا بأس به الحمد لله. وكنشكروا المسؤولين اللي كينظموا هاد المعارض، وكنتمناو مرة أخرى إن شاء الله يكونوا في السنوات المقبلة. وهذا من فضل الله الحمد لله، أمور غادية مزيان وكل شيء غادي بخير، والصناعة غادية مزيانة. وكنقدم لكم نفسي على أساس أنني كنشارك في معارض دولية، وعندي تكوين في مادة الخشب والنحت على العرعار مع جهة ديال الرباط ورون فرنسا، والحمد لله على كل حال، وهذا من فضل الله. تحياتي للناس ديال مدينه الخميسات، معكم السوسي دي جي وحلا خويا رشيد، ودائما مع اذاعه شانكم تي في. كنشكروا هاد الناس هادو
الناس المسؤوله اللي داروا هذه المعارضه هذه في نسختها الاولى. تبارك الله ان شاء الله، وكنتمنوا من الناس ديما الحضور ديالهم والحضور، لان الشيء تبارك الله جميل، والمتنفس ديال الناس مدينه خميسات هو هذا. وكنشكرهم كذلك على السهره اللي كيبتدي التاريخ ديالها من 2 الى 10 في هذا الشهر هذا. والناس ديال خميسات تبارك الله ما شاء الله راه المتنفس اللي عندهم اللي داروا لنا في التفريضه ولا في هذا المعرض هذا، راه ما شاء الله. والناس كما كتلاحظ معايا راه الاقبال تبارك الله ديال الناس، ولله الحمد. وكنتمنى ديما يكون هذا والمزيد والمزيد ان شاء الله. وكنتمنى عاوتاني يزيدوا لنا النواة الجامعيه عندك ونساو. وشكرا لكم. كنمارس هذه المهنه ديال الفخار والمنتوجات، وجيت لهذا المعرض ديال مدينه الخميسات اللي تقام عندنا هنايا. وكنشرف راسي انني جيت لهذا المعرض لانه فيه بزاف ديال المنتوجات اللي كتعرض هنايا، وكنتمنوا بانهم يدوزوا لنا بزاف المعارض بحال هذا الشيء. كنتمنوا من المدينه انها تحقق لنا كاع المتمنيات ديالنا. شكرا.